السلام عليكم. انتقل إلى رحمة الله سهرة أمس الخميس عميد الأغنية البدوية ومحبوب كل الجزائريين الشيخ إبراهيم التخمارتي بمستشفى شطيب بوهران. الشيخ إبراهيم كان قد نقل إلى مستشفى إسطو بوهران في حالة جد حرجة ليحول إلى مستشفى شطيب بعد تأزم وضعيته الصحية، حيث أطلق ناشطون إشاعة وفاته صباح أمس الخميس، ولكن شاء الله أن يتوفى في المساء بذات المستشفى. وينحدر الفنان والشاعر الشيخ إبراهيم من مدينة تخمرت بولاية يرت، ويعتبر من أشهر مغني الفن البدوي. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانها. إنا لله وإنا إليه راجعون.